السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غنشوفوا حجم البيض الصغير والأسباب اللي كيعطينا حجم ديال البيض يكون صغير. أيضا غنشوفوا واحد النظرة على واحد القطيع ديال نظرة على القطيع ديال البراهمة، هجين ما بين البراهمة والدجاج البلدي، كان طلب مني واحد الأخ. وغنستقبلوا واحد الكتاكيت حديثي الفقس عندنا هنا في المزرعة، وغتكون واحد النظرة على القطيع بطبيعة الحال. فكنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وكيف العادة نبداو الفيديو ديالنا ما نطولش عليكم. اليوم وانا كنجمع الحصيلة ديال البيوض كنتفاجئ بهذه البيضة الصغيرة الحجم والشكل ديالها الكروي، فهي صغيرة من البيضة ديال الحمامة. اذا هذا يقدر يكون مشكل ويقدر يكون لا، وهادشي اللي غنذكرو دابا من ضمن الاسباب اللي كيعطي هذا البيض في هذا الحجم. اول حاجة عندنا العمر ديال الدجاج، يعني ملي كتكون الدجاجه في عمر صغير تقدر تبيض بيضه بحال ما هكا، يعني كيكون كما كنسميو بيض ديال الرشم. وايضا في نهايه الدوره البيولوجيه ديال، يعني في نهايه الانتاج، تقدر تكون ديك البيضه الاخرى في العنقود ديالها. كاين مشكل اخر، نوع السلاله. نوع السلاله كيلعب دور، حيت كيف ما كنعرفوا ان متوسط ديال الحجم ديال البيضه كيكون ما بين 55 غرام، يعني كاين اقل من هاد الوزن وكاين اكثر من هاد الوزن، حيت هذا هو المتوسط ديال البيضه على العموم. ما كنظنش ان هذا هو المشكل اللي عندي انا دابا. فيقدر يكون المشكل في الهرمونات ديال الدجاج، يقدر يكون شي هرمونات زايدين ولا ناقصين حتى هو كيدير هذا المشكل. المشكل اللي كنرجح انا بزاف هو نقص التغذيه، يعني نقص في شي عنصر غذائي او في الفيتامينات، فيقدر يدير هذا المشكل ديال البيض في هذا الحجم. ايضا تقدر تكون درجه الحراره، حيت راه الفتره اللي دزنا منها قاصحه هاد الايام، كان واحد درجه الحراره اللي مرتفعه، يقدر يكون الاجهاد. يعني الا تعاود هذا المشكل وعطوني هذا البيض في هذا الحجم، خاصني نعرف المشكل فين كاين ونحاول نعالجه في اقرب وقت. وكيف ما كتشوفوا معايا هنا دابا كنقدم للقطع شويه الخوص الربيع وبعض الخضروات، حيت كيف ما كتعرفوا دابا فصل الصيف ما كاينينش النباتات الخضراء. كنقدم لهم هادشي اولا على قبل الصحه ديالهم، وثانيا على قبل الحصول على واحد البيضه ذات قيمه غذائيه عاليه، بيضه اللي تكون غنيه بمضادات الاكسده، غنيه بفيتامينات، غنيه بصبغات اللي كيعطيو داك اللون الرائع للبيضه. وايضا من اجل التقليل من كميه العلف المقدم، يعني كتحاول تنقص عليك شويه بهذه الطريقه. وهنا الدجاجه المعجزه اللي كانت بقات 3 ايام بلا اكل بلا شرب، تقدمنا لها تي ام بي اس مباشره في الفم ديالها عاد توكدات. غنخليكم الفيديو ديالها غيطلع الفوق. هاد الدجاجه كنت عطيتها لواحد الاخ باش يقرق على شي فلالز، فخرجت ليه 4 ديال الفلالز، 3 ديال النكازاكي وواحد ديال البراهمه. ف بحكم انه كان معول على تخرج لي بزاف ديال الكتاكيت ديال البراهمه، كان البيض خاسر، فقال لي صافي خد حتى الكتاكيت ديال النكازاكي وخلي لي داك الكتكوت ديال البراهمه خليهم عندك. منين جتها عندي تزامن مع واحد الدجاجه كتخرج الكتاكيت ديالها، فحبيت كنحولهم ليها. حولت ليها في الاول جوج، وعاد دابا حولت 3، وباقيين شي وحدين حتى هما كيتفقسوا، حتى هما غادي نحولهم ان شاء الله لعندها. وهكذا غتولي عندها حضانه بلا ما نشد جوج دجاجات، كل وحده عندها واحد الكميه صغيره ديال الكتاكيت، لما وحده تجمع كلشي. وهنا كيف ما كتشوفوا هنا المكان اللي كيحضنوا فيه الدجاجات، هما هادو راه بداو كيفقسوا واحد 3 منهم حتى هادي، وهذه هي اللي غتاخذ الكتاكيت كاملين ان شاء الله. يعني غناخد هادي حتى هي بدات كتفقس، غناخد ليها الكتاكيت ديالها غنضيفهم ليها نخليها تكمل البيض. هادو يا رجعات موراهم صافي. دابا غناخد بلاتي ما يمكنش لي نصور وفي نفس الوقت نحول، هانتوما دابا هادي غناخد لها البيض اللي عندها نحطو لدوك الدجاجات يكملوه، وغنحط لها الكتاكيت اللي خرجوا صافي. هادشي اللي غندير صافي، نحول دابا دوك الكتاكيت كاملين اللي خرجوا تكملهم هي
اللي باقي ما نشفش هاد النشفو تيكملو تقريبا واحد 24 ساعة هكاك ونحولهم. ما كاملاش حيت ديجا تفقسو قبل، يعني واحد 12 ساعة هكاك ولا ليلة، نخليهم واحد الليلة ونحولهم للبلاصة اللي غيكملو فيها يبقاو فيها ديما بإذن الله. نستقبلهم ديك الساعة بالماء و فيه العسل والعلف المركب بإذن الله. وكاين حتى هاد الدجاجة هاهي، تاهي راه بدات يلاه بدات كتفقس، هذا باقي يلاه تفقس كيف ما كتشوفو، تا هو غنحولو ليها صافي، نحولهم ليها ونخليهم يكملوا داك البيض، ومن بعد اللي تفقس غنحولو عنده. غنبقى اللي تفقس نحولو عنده تا غنكمل الكتاكيت كامل بإذن الله. وهنا هاد القطيع هو اللي كان سولني واحد الأخ على الهجين ما بين الدجاج البلدي والبراهمة، هذا هو الشكل ديالو. هنا معظم الدجاجات هم هجين ما بين الدجاج البلدي والبراهمة، يعني خليط سلالات، خليط بين جوج ديال السلالات، واخا الدجاج البلدي ممكن تعتبرش سلالة حيت هو بحد ذاته خليط. المهم كيف ما كتشوف هما هادو، كاين اللي كيكون كيخرجوا مكسوين ديال الريش في رجليهم، كاين اللي كيكون ضعيف شويه الريش في رجليهم، وكاين اللي كيكون عادي بحال الدجاج البلدي. هنا كيدخلوا الجينات، يعني كاين اللي كيكون الجينات ديالو غالبين، كاين اللي كيكون قليل يعني ما غالبينش. اما بالنسبه للسؤال اللي كنتي طرحتي على المعدل ديال البيض، معدل البيض كيكون ضعيف لان كلا السلالتين هم سلالات غير بياضه. هاد التعجين كيف ما كتشوف كيمتاز بالحجم، يعني الحجم والوزن كيكون اللهم بارك جيد، كيف ما كتشوف مقارنه مع ديك الدجاجات راه كبر منه بواحد الحجم كبير اللهم بارك، يعني كيمتاز بالوزن. وايضا كيكون تا هو كيرجن على البيض بحالو بحال السلالة الأم، يعني لا في البراهمة لا في الدجاج البلدي. يعني الامتياز الوحيد هو اللحم، يعني إلا كنتي باغي تحصل على واحد الهجين اللي يكون كيدير واحد الوزن جيد، هذا هو الحاجة الوحيدة اللي. أما من ناحية البيض فما ننصحكش به. وهي الدجاجة ديالنا هي الكتاكيت ديالها، تقريبا دوزو ليلة كاملة نشفو مزيان، حولت هذوك الكتاكيت اللي تفقصو، ودابا رجعتهم لهنايا للمكان اللي غيكونوا فيه، وحطيت لهم قبل الماء والعسل وايضا العلف المركب. ودابا نخليهم يكتشفوا المكان ويكتشفوا الطعام والماء، وباقيين شي وحدين اللي باقيين فاسقين واحد ثلاثة راه خليتهم تحت الام ديالهم تتنشفهم ونحولهم عندها ان شاء الله. ولا بقى شي بغيت غير تفقص راه نخليه يتفقص ومن بعد نحولو عندها. وفي الاخير الفيديو ديالنا هنا سهلة، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا معنا ولو بالقليل. كيف العادة لن نقول وداعا، ولكن نقول الى اللقاء اذا بقي في العمر بقاء.